اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب جايب لكم موقع لربح عملة تي ار اكس او تران. الموقع يا شباب تعدين مجاني، والحد الادنى للسحب قليل جدا، يعني اقل من 400 ألف او 400 ألف، 4 مليون باين من عملة التي ار اكس، يعني اقل من واحد بكتير جدا. تمام، دي الخطط الموجوده في الموقع. الخطه الاولانيه بتدالك مجانا، الخطه الثانيه بتبدا ب 10 تي ار اكس، بتديك الربح بتاعها اليومي، هنترجم كده باللغه العربيه. عندك الربح في اليوم 1 مليون لمده 120 يوم، بتاخد 20%، اجمالي الربح 12 من عمله التي ار اكس يا شباب. ودي كلها خطط موجودة في الموقع. هنا هتلاقوا سعر الخطة يا شباب، وهنا هتلاقوا نهاية الخطة هتكسب قد ايه. يعني هنا هتاخد 12، هنا لو اودعت 25 هتاخد 30، هنا لو اودعت 50 هتاخد 62، بعد المدة اللي هو كاتبها لك 120 يوم، الربح 24%. اخر خطة معانا في الموقع، ننزل تحت كده، اخر خطة تمنها 25 ألف، الربح بتاعها 35 ألف يا شباب، بعد برضو 120 يوم، بديك 40%. تمام، دي احصائية هنا الموقع يا شباب، عدد الإجمالي المستخدمين، إجمالي المستثمرين، المدفوعات لحد الآن. هنيجي لطريقة التسجيل يا شباب في الموقع. بنحط هنا عنوان محفظة التي ار اكس او تران، أي محفظة. بعد كده بنحط نعمل باسورد، وبعد كده بنعمل تسجيل دخول أو بدء التعدين من هنا يا شباب. ننتظر الموقع يحولنا للداخل. اهو يا شباب زي ما انتم شايفين كده الموقع بدأ التعدين معانا اهو، وادي هنا علوان المحفظة، وادي الخطة اللي هو مدالك الموقع مجانا. تمام، وهنا الخطط لو انت عايز ترقبها ايه من داخل الموقع، بتدوس على الخطة كده بيديك المحفظة، بترسله عليها المبلغ اللي هو بيحددولك حسب ما انت عايز الخطة اللي انت عايزها. هنترجم باللغة العربية. بعد كده عندنا الحساب يا شباب من هنا، دي هنا هتلاقي صفحة الحساب بتاعك، هتلاقي فيها كل حاجة عن هنا الديبوزيت، الايداعات والسحوبات وكل حاجة هتلاقيها هنا اهوت. وكمان هنا لازم تعمل تحفظ الايميل بتاعك، بتيجي هنا تحط الايميل بتاعك وبتحط الباسورد في الاخر هنا، وتسيب الخانتين دولت، وبعد كده بتعمل سيف، خلاص كده الايميل بتاعك السيف. وادي رابط الاحالة اهو يا شباب. تمام، يبقى تعرف هنا الاحالات بتاعتك، هنا الديبوزيت، الايداعات اللي انت عاملها، هنا السحوبات، هنا المشتريات المعلقة مع اللي بعد كده. الانضمام يا شباب، هنا هتلاقي الانضمام البرنامج، يعني الاحالات بتاعتك. هنترجم كده باللغة العربية، بيديك 8%. اي حد يرقي حسابه يعني يعمل ايداع، بتاخد 8% من الموقع. بعد كده المدفوعات بتلاقيها من الخانة ديت، زي ما انتم شايفين يا شباب هنا السحوبات من الموقع. خدوا بالكم بقى من السحوبات، هنا واحد ساحب 286، تمام، يعني مفيش حد ادنى، واحد ساحب هنا 57، مفيش حد ادنى للسحب يا شباب، تقدر تسحب اي مبلغ من الموقع. تمام، بعد كده معانا هنا التعليمات، هنا الاتصال بنا، هنيجي نخش على لوحة القيادة، هنوريكم طريقة السحب من الموقع. هنا يا شباب وزدي روم اهو، هتدوس هنا كده، تمام. بعد كده هيجي هنا يقول لك هنا بيقول لك بقى ايه، هنترجم كده باللغة العربية اهو، ترقية الليرة مش عارف ايه، سنبور، اهو هنا الشباب بيقول لك لا يوجد حد ادنى للسحب الرسوم، يعني هتدوس هنا كده. وبعد كده بتحط المبلغ
هنا بيقول لك الحد الأقصى 100، الحد الأقصى 100، الحد الأدنى بقى مش يعني أي حاجة، بس أنا مش عارف المحفظة بتاعتي هتقبل على الحد ده ولا لأ. تمام، وهنقول له إيه تأكيد السحب، نشوف هيسحب ولا إيه. الحد الادنى ده يا شباب على محفظه الفوست بوي، بس الفوست بوي طبعا انتم عارفين ان هي مش شغاله. مش عارف هنا بقى في الحد الادنى سحب قليل ولا ايه، هنا في الخانه دي هنجرب كده. ننتظر هو كده ايه بيحمل السحب، نشوفه كاتب ايه فوق. هو شكل الموقع يا شباب بيدفع الحد الأدنى على محفظة الفوست باي، بيدفع يعني أرباح قليلة، لكن على المحفظة العادية الأساسية أكيد بيبقى إيه في مبلغ معين. بصوا يا شباب كاتب لكم الحد الأدنى للسحب على المحفظة العادية بتاع ده 4 مليون. تمام، هنا على الفوست طبعا مفيش، بس الفوست باي مش شغالة حاليا، فاحنا لما نوصل 4 مليون نعمل ان شاء الله اثبات سحب للموقع. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.